بلادنا في هذا الوقت من كل سنة بإنتاج أنواع مختلفة من أجود أنواع التمور اللي تحتل مكانة هامة ضمن الصادرات التونسية، وتعتبر واحات نفزوة والجريد أهم الواحات المنتجة للتمور، حيث تنتج المنطقة الأولى واللي تنطبق على ولاية قبيلي نسبة 60% من الإنتاج. أما بالنسبة لولاية توزر فهي تحتل المرتبة الثانية وتنتج غابات النخيل بالجريد التونسي أكثر من 200 نوع من التمور. المتعارف عليه ثم حوالي فوق من 220 نوع تاع أسماء التمور، من بين ما كما قلنا فوق من 220 نوع، من بين هذه الأسماء اللي نستحضروها في الوقت الحاضر للذكر لا للحصر على حسب الحروف الأبجدية: الألف، أصبع عروس، أرشتي، خوات، الباء بسر حلو، بيضة حمام، بوفاقوس، تاء تكرمست، الثاء ثرملاية، ثم اسماء اخرين: ليغو، الجندي، كنتيشي، دقلة حسن، دقلة بي، وهي المعروفة كذلك باسم مناخر. ان شاء الله في المستقبل باش تولي حتى التسمية تاعها باش نبدلوها باش تولي مفاخر، وان شاء الله باش يتم الانتاج تاعها بكميات كبيرة في مركز البحوث بدقاش، باش يتم توزيع الفسائل نتاعها وباش التكثير نتاعها وباش تولي تدخل حتى ميدان التصدير. ثم تزر زايد صفرا وكحلة، العماري، ليغو، قصبي، جندي. من أهم أنواع التمور اللي تنتجها بلادنا دقلة النور والفتيمي أو ما يعرف بالعليك اللي يجي مباشرة بعد سنة الدقلة، غير أنه للفتيمي نكهة خاصة فيها شيء من الحموضة وهو صالح للخزر ويدخل كمكون في الحلويات التقليدية، يستخدموه خاصة أهل القيروان لإعداد المقروض. هذا يتول النوعية ذي نوعية العليك، يسمى عنا قبل بالفتيم. العليك هذا من الأنواع معناها فيه حميضات زايدة، من أكثر التمر يصبر أكثر من الدقلة وأكثر من غيره، يقعد من موسم للموسم من غير لا تبريد ولا مواد طبيعية. وهذا كل نخزنه قبل في الخوابي، في الخابي، في الخابي مخدومة من الزبس الواحد، يعطينا رب التمر، من أعز رب العليك. وهو هذا أنا نجم نقول حيرات فيه، هذا حتى الكورونا الموجودة توي دواه، وإحنا هذاك علاش حفظنا ربي من كورونا، خاطر ناكلوا العليك. العليك هذا الرب وتو شقوه هيك ناكلوه بزيت الزيتون، ناكلوه بزيت الزيتون على قضايا، ونقعدوا معناها فترة الضحار في الشمس، ياخذ الجليد ياخذ حرارات وشحنة، لأن احنا عندي جليد متقاش بدون شكرة فيتامين دي بشرية هو نظر الفضل هذه النوعية دي نوعية العليك. هاو استناها وبدأ يطيب على بكر وبعد ثاني يقعد لأخر الشتاء. هذه الحالة حمراء، حتى النوعية نتاعها تبدا خضرة تعطينا بلحة حمراء. يقولوا قبل معناها الاوروبيين هزوها جربوها خرجوا منها ماده حشيك من مواد الخمر، الحمره زاد الحمره هي البلحه نتاعها، تبدا بلحه شرير من الحمره تبدا حمره اللون، خرجوا منها معناها يعني منها عصير نوعيه قليله حتى عزيزه يسر. تتصدر الدقلة المعروفة بدقلة النور أهم أنواع التمور المنتجة في تونس، إلا أنه هناك عددها من أنواع التمور المحلية اللي لا تكاد تعرف خارج مناطق الواحات بسبب تسويقها محليا فقط أو أنه إنتاجها قليل. التمر يبدأ بالعماري، أي أول ما يبدأ يطيح العماري، بعد العماري يطيح القصبي والجندي واللاغو. هذا مثلا جندي، هذا كنت يسمى، بعده يجي اللاجو ويجي القصبي. هذا يسموها دقلة حسن، هذا دقلة حسن، هذيك دقلة حسن، هذه دقلة حسن. وهذا الفعل تاع الدقلة يبدا بالشناقي، هذا يبدا بالشناقي، دقلة تبدا بالشناقي، وانا كما نقولوا هذه دقلة الطبابة. هذا نوع من انواع التمر ثاني، حتى ذا جميل جدا، حتى ذا نوع من انواع التمر، حتى ذا اسمه دقلة الطباب. ثم الكنتيشي، ثم تكرمست، ثم الطرنجة، ثم المناخر، ثم برشا انواع تمر عديده تعد ولا تحصى، برشا انواع على كل يمكن حرف من حروف الابجديه، ثم 19 انواع وهلم جر. ينتظر أن تنتج تونس صابة هامة من التمور تقدر بنحو 335 ألف طن في موسم 2020-2021، اللي يشهد رغم ذلك العديد من الصعوبات على مستوى تدني الأسعار والتصدير.